للصين، وهي ليست الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. الصين تجربة اقتصادية مهمة جدا، وكانت الحقيقة الزيارة ليها بعد اقتصادي قوي جدا، ليها بعد سياسي، وليها كواليس كمان زي ما أكيد حضرتك حتى عرفنا عليها دلوقتي. صحيح. خلينا ناخد كده جزء جزء. الصين كتجربة اقتصادية قوية مبتكرة، يعني احنا محتاجين يكون في تبادل ثقافات اقتصادية معينة ما بيننا وما بين الصين. البعد الاقتصادي للزيارة ايه؟ هو بداية طبعا الصين تربطها بمصر علاقة استراتيجية منذ عام 2014، أي عقب تولي تولي الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وذلك في إطار حرص مصر على تنوع علاقاتها الاستراتيجية مع العديد من دول العالم، وجاء في مقدمتها أيضا الصين وروسيا وغيرها، يعني إلى جانب طبعا أكثر عربية ودول كثيرة، لكن في إطار هذا التنوع هذه الزيارة هي زيارة الدولة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. الزيارة الأولى كانت 2014، وهذه هي زيارة الدولة الثانية، لكن هذه الزيارة هي الزيارة الخامسة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على التوالي. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، في حال الجانب الاقتصادي كان حاضرا بقوة خلال هذه الزيارة، وأسفرت عن نتائج هائلة، كم ضخم من الاتفاقيات الإنجازات التي تحققت خلال هذه الزيارة الناجحة التي قدر لها نجاح منذ الوهلة الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك مباحثات جرت بينه وبين الرئيس الصيني، مباحثات جرت بينه وبين رئيس الوزراء الصيني، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رؤساء كبريات الشركات وأيضا الشركات العاملة في مصر والتي لها استثمارات في مصر. الاستثمارات في الحقيقة الصينية في مصر بتعد يمكن ثالث دولة شريك اقتصادي أو لها استثمارات هنا في مصر. الاستثمارات تقدر بخمسة مليار دولار، لكن في الحقيقة ضخمة، مصانع واستثمارات ومستثمرين، المستثمرين والاستثمارات، لكن هناك رغبة مشتركة من الصين ومصر لزيادة هذه الاستثمارات. والرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض أمامهم الفرص الاستثمارية الواعدة، ما تحقق من إنجازات اقتصادية وقرارات اقتصادية، ومسألة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد اللي بيتيح يعني جذب للمستثمرين وتيسير لأداء عمل المستثمرين بكل سهولة ويسر، والمشروعات الاستثمارية الواعدة لا سيما في محور في تنمية قناة السويس ومحور قناة السويس، المشروعات اللوجستية والمشروعات الصناعية، وبالفعل في منطقة صناعية هناك للصين. أعلن أيضا الرئيس عنها. مصر بترحب بزيادة الاستثمارات في هذا المجال من جانب الصين. مصر أيضا بترحب بالشركات العاملة واللي بتستثمر بالفعل أنها تزود هذه الاستثمارات. المشروعات طبعا مشروعات عملاقة زي حضرتك ما عارفة، الصين بتشارك معنا في مشروعات كثيرة جدا. تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بما قيمته 18.8 مليار دولار، مشروعات تنموية تقام على أرض مصر بخبرة صينية، تم التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن. من أبرزها مشروع للفحم، هيكون لاستخراج الطاقة الكهربائية من الفحم في منطقة الحمروين بالطاقة النظيفة، وده أكبر مشروع يمكن على مستوى العالم بهذا الشأن. تمام. فبقول ان في استثمارات قادمه كثيره من الصين في نقل الخبره التكنولوجيه بالزبط. والخبره الصناعيه، انشاء مصانع، اهم حاجه مشروع الحزام والطريق وربط مصر بهذا المشروع. ومصر الصين بتنظر الى مصر لانها شريك اساسي وبالغ الاهميه في هذا المشروع. مش قادر أقول لحضرتك كم الثناء على مشروع قناة السويس الجديدة وما لها من أهمية، ومحور قناة السويس وتنمية قناة السويس، بيعلقوا عليه أمال كبيرة جدا، لأن طريق الحرير هذا الطريق تقوم فكرته على أن المنتجات الصينية تصل إلى مصر عبر قناة السويس وتنطلق منها إلى سائر ربوع أفريقيا، لكن مصر أيضا بتتيح لهم الفرصة لإقامة
مشروعات صناعية هنا في محور قناة السويس، بحيث تستطيع عائد هذه الصناعات أن يتم تصديره عبر مصر إلى أفريقيا وإلى سائر الدول الأفريقية. كويس قوي. هنا في الحقيقة حضرني كذا نقطة وحضرتك بتتكلم. اتفضلي. من أهم التجارب في الصين غير المشروعات الضخمة والاستثمارات، المشروعات الصغيرة اللي يعني يمكن بتساهم بشكل كبير جدا في النمو الاقتصادي. فهل إحنا عندنا يعني الاستعداد على مثلا استعداد تعليمي واستعداد ثقافي ان احنا ننهض بالصناعات الصغيره، خصوصا ان احنا عندنا كل الخامات وعندنا العنصر البشري، بس ينقصنا ان احنا نربط الحاجات دي ببعض؟ يعني ايه؟ يعني ينقصني ان انا افهم الشباب هنا اللي موجودين في المدارس الفنيه ان الموضوع ده مش هزار، ان الموضوع ده جد جدا، فانا اهتم بتطوير المدارس الفنيه، وبعد كده اعرفهم موارد بلدهم، وبعد كده كل واحد محافظه ليها مواردها لوحدها، وكل محافظة لها ما يميزها من صناعات، وحتى لو صناعات يدوية وأيضا مواد خام، ودي نقاط مهمة جدا. هل أنا مستعدة لده دلوقتي، ومتطلب إيه بالضبط عشان أحققه؟ شوفي حضرتك، هو مشروع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشروع بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، وهذا المشروع ضمن البنود الرئيسية التي يتم بحثها في العديد من زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم، والتي كان من بينها أيضا الصين، سواء في هذه الزيارة أو في غيرها من الزيارات السابقة. تمام. إن مصر تستفيد من خبرات هذه الدول. في كتير من الدول ومنها الصين والهند وأندونيسيا وغيرها كانت ظروفها زي ظروف مصر، لكنها استطاعت أن تقوم على الصناعات الصغيرة المتوسطة وأن تنهض نهضة كبيرة. في الحقيقة هنا طبعا في اهتمام كبير جدا من جانب وزارة التربية والتعليم، وهناك أيضا اهتمام كبير من جانب وزارة التعليم العالي. وأنا يمكن كنت مع السيد الوزير قريبا، وزير التعليم العالي، وكنت في حوار معاه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لي إن في 8 كليات تكنولوجية، مش بتدي بقى بكالوريوس هندسة، بتطلع فني على مستوى رفيع جدا، هو ده اللي احنا محتاجينه، تقني لمصر في مسيس الحاجة إليه بالزبط. لكن أنا شايف إن الدولة بالفعل متجهة إلى هذا الأمر، لأن سوق العمل في مصر لم يعد بحاجة إلى خريج الجامعات على هذا النحو الكثيف جدا. يمكن مفيش دولة في العالم بتطلع خريج جامعات على هذا النحو أبدا. وسوق العمل ليس بحاجة إلى موظفين إداريين أو حاجات زي كده، بالعكس الدولة في حاجة ماسة إلى تصنيع وإلى صناعة، بحيث نقدر نكفي السوق المحلي ونحد من الاستيراد ونزيد من معدلات التصدير. فإذا المسألة زي ما حضرتك أشرتي محتاجة إلى الاهتمام بالصناعات الصغيرة المتوسطة. الصين بالفعل بتقدم خبرتها في ضوء طلب مصر بهذا الشأن، إن هي تقدم لنا وتوعية الناس. إحنا عندنا مواد تدريب. خام وتدريب. أيوه. ومحتاجين تغيير ثقافة ان التعليم الفني مهم، التعليم الفني قائد في يعني في الثورات الصناعية، يعني ألمانيا يا فندم، يعني مش هروح في اي حتة تانية، انا بتكلم مثلا على ألمانيا كدولة عظمى ودولة صناعية قايمة كلها على التعليم ده. كل الدول المتقدمة، وانا ليا الشرف ان زرت 48 دولة حول العالم، فكل الدول المتقدمة قائمة على الصناعة بالظبط. يعني كل الدول المتقدمة بها كم كبير جدا من أبنائها يعملون في مجالات التصنيع، مش موظفين حكومة وقطاع عام، لا بالزبط. مش موظفين إداريين، هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، إنتاج وتصنيع بشكل كبير جدا. العمالة الإدارية محدودة جدا، ولكن الغالبية العظمى الشعب كله بينتج، وده بيزيد الدخل من شأن زيارة الدخل القومي، زيارة معدلات التصدير، الحد من الاستيراد. لكن زي حضرتك ما أشرتي، المسألة مطلوب أن تقوم على أساس علمي، لابد من الحد وتغيير من صحة. الحد من القبول بالمدارس الثانوية العامة، تحويل، أنا بقترح خلال فترة وجيزة تحويل 50% من مدارس الثانوية العام إلى مدارس ثانوية صناعية تقنية رفيعة المستوى، تؤهل الخريج للعمل في السوق المحلي وفي السوق العربي، وايضا ممكن ان هو يروح اوروبا يشتغل او كذا، لما يكون لديه مؤهل علمي ودارس على اساس علمي بالظبط، صناعه او حرفه تقنيه او تكنولوجيه تقدر تخليه يستوعب. يكفي حضرتك ان وزير التعليم قال لي ان احدى الكليات، ولا داعي لذكرها، احدى الكليات في جامعه القاهره فيها 70,000 طالب في سنوات الدراسه الاربعه. هل سوق العمل في كلية واحدة هيستوعب
70,000 طالب من كلية نظرية خارجية خلال 4 سنوات؟ لا طبعا، غير نظرائها في 25-30 كلية بالزبط في مختلف المحافظات. لا طبعا، لا مش منطقي. يعني إذا ليس من الحكمة وليس من العقل إن احنا نخرج أبنائنا ويقعدوا في البيت بالزبط. لكن الخطأ من البداية إن انت بتوجهه الى مجال ملوش فرص عمل، وبتقنعه ان المجال ده افضل وان بالزبط التاني اقل منك، ودي عقليه الحقيقه. لابد من يعني تغيير هذا النمط بالزبط وتغيير هذا المفهوم، لان انت لازم تفرق. اصل العقده جايه من ايه؟ ان الناس مش قادره، يعني في مخيلتها او في وجدان اللاشعور لديها، ان انا لو وديت ابني يدرس ميكانيكا لمده 5 سنوات او يدرس نجاره او يدرس اي علم تكنولوجي لمده 5 سنوات بعد الشهاده الاعداديه، في مخيلته هنا بقى ان ده هيبقى زيه زي عامل الطراحيل اللي قاعد على الرصيف بيدور على عمل. لا، ده عامل تقني معاه مؤهل علمي، دارس على اساس محترم، بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا ويجيب دخل كويس جدا وينظر الى المجتمع باحترام وتقدير كبير جدا، لانه فني تقني لديه يعني علم. احنا من صنعنا في السنين اللي فات هذه الاسطوره الخاطئه، يعني الكلام ده احنا اللي صنعناه، احنا اللي رسخنا في نفسنا وفي الجيل اللي ورانا ان يعني الافكار السيئه السلبيه دي اللي ادت الى البطاله. ما انا عايز اعرف انا البطاله وصلت عندي ليه لحد الناس هنا؟ برضو يا فندم لازم انا تنسى عندي كل حاجه فندم. ليه عندي بطاله؟ الناس لازم تنسى حاجه هي متوهمه انها موجوده، مسألة اللي هي تعيين الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة. دي مسألة انتهت منذ عام 1984، كانت آخر دفعة تعينت. ومن هنا بيأتي الناس مصممة يقول لك أنا هدخل ابني الجامعة هيشتغل موظف حكومة. فالناس مقبلة بشكل كبير جدا إنها تدخل، حتى اللي عايز يدخل أولاده جامعة يدور على كلية أو على معهد أو على كذا يمكن أن يكون له احتياج في سوق العمل. لكن الناس بتدخل أولادها كليات بها وفرة كبيرة جدا في سوق العمل، فبيخرج هو متوهم أنه هو بيدخله الجامعة أنه هيخرج تاني يوم هيلاقي تعيين في الحكومة، وبعدين في الجهاز الإداري. الجهاز وبعدين الإداري لم يعد يستوعب أحد وليس بحاجة بالزبط إلى أحد. لكن أنا بقول زي ما حضرتك ما أشرتي، سوق العمل سواء في مصر أو في الدول العربية محتاج بالفعل إلى عمالة فنية. تمام. فعلينا أن نتوجه إلى العمالة الفنية. طيب، يعني تغيير الثقافه مش هيجي في يوم وليله، بس هو دورنا بس كلنا. نبدا ولا ننطلق؟ بالظبط، نبدا بالظبط.